حملت حملت لها شرعك الأنوار، فعم الضياء وولى الظلام، وأعليت سقف الهدى والرشاد، فأنت الأمين وأنت الإمام، عليك السلام وعليك السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحدثنا في الحلقة السابقة عن البناء والتصحيح العقدي اللي رفع رايته النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكي، بحيث عكف على تعريف الصحابة بواسطة القرآن الكريم بالله وبأنفسهم باقي المخلوقات، وبين الصحابة الكرام حقيقة نشأة الإنسانية وأصولهم اللي كيرجعوا لها، وشنو هو المطلوب منهم في هذه الحياة، وشنو هو مصيرهم بعد الموت، وشنو حقيقة هذه الحياة الفانية. واستمر النبي صلى الله عليه وسلم في غرس حقيقة المصير وسبيل النجاة في نفوس الأصحاب ديالو، ميقن أن اللي عرف منهم العاقبة ديالو وسبيل النجاة والفوز غادي يسعى بكل ما أوتي من قوة ووسيلة باش يسلك السبيل حتى يظفر غدا يوم القيامة بهذيك النجاة وهذاك الفوز. إذا أحبتي، رب الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام على التصور الصحيح في قضايا العقيدة والنظر السليم للكون والحياة من خلال الآيات القرآنية، كما ربهم أيضا على أن تزكية أرواحهم ورشدهم الطريق اللي كتساعدهم على تحقيق ذلك بعبادة الله وحده. فالعبادة أحبتي من أعظم الوسائل لتربية الروح، لأن العبادة هي غاية تذلل الله سبحانه، ما كيستحقها إلا الله وحده. والعبادات اللي كتسمو بالروح عبادة مفروضة بحال الصلاة والصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها، وعبادة معناها الواسع وكيشمل كل شيء كينوي به الإنسان التقرب إلى الله عز وجل. فهو عبادة يثاب صاحبها كيف ما كان شأنها، كيف ما كان شأن هذا العمل صغير أو كبير. فتزكية الروح أحبتي بالعبادات المختلفة من صلاة وزكاة وتلاوة القرآن وذكر الله أمر مهم في ديننا. فالنفس البشرية إلى ما اتطهرتش من الأضران ديالها واتصلت بخالقها ما كتقومش بالتكاليف الشرعية الملقاة على عاتقها. فالعبادة والمداومة عليها كتعطي الروح وقود وزاد ودفع قوي للقيام بما تؤمر به. والصلاة من العبادات اللي لها يعني أثر عظيم في تزكية روح المسلم. أصابت الأثر ديالها الرعيل الأول بعدما استجابوا لله، وقد أثنى عليهم سبحانه بقوله: الذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. ففي الصلاة أحبتي مناجاة العبد لله، وقد بينا الرسول صلى الله عليه وسلم مشهد من مشاهد هذه المناجاة. كيقول صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال ملك يوم الدين قال: مجدني عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. وإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. كانت الصلاة أحبتي كتحقق لهم طمأنينة النفس وراحتها. والرسول صلى الله عليه وسلم اللي جعلت يعني جعل قرة عينه في الصلاة، واللي كان إذا همه أمر لجأ إلى الصلاة، علم الصحابة ديالو كثير من السنن والنوافل باش يزدادوا صلة بالله وتأمن بها النفوس ديالهم وتصارح، وتصبح الصلاة بلسم وشفاء وحل همومهم ومشاكلهم، كتمدهم بقوة دافعة باش يفعلوا الخيرات ويبعدوا عن المنكرات. كانت لهم سياج منيع حماهم الوقوع في المعاصي. يقول الله تعالى: واتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. كان بناء النبي صلى الله عليه وسلم وتربيته للأصحاب ديالو شاملة، لأنها مستمدة من القرآن الكريم لخطب الإنسان ككل. هذا الإنسان اللي كيتكون من روح وجسد وعقل. فقد اهتم صلى الله عليه وسلم بتربية الصحابة على تنمية القدرة على النظر والتأمل والتفكر والتدبر، لأن ذلك هو اللي غادي يأهلهم باش يحملوا أعباء الدعوة إلى الله ومطلب قرآني. فقد يعني وضع القرآن الكريم
منهج لتربية العقل صار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في تربيته لأصحابه. من أهم نقاط هذا المنهج تجريد العقل من المسلمات اللي كتكون بنية على الظن والتخمين، وكيقول الله سبحانه إن بعض الظن إثم، أو التبعية والتقليد، بإلزام العقل أنه يتحرى ويتثبت، ودعوة العقل إلى أنه يتأمل ويتدبر في نواميس الكون ويتأمل في حكمة يعني داكشي اللي شرعه الله سبحانه وتعالى، ودعوة العقل أيضا إلى النظر في سنة الله في الناس عبر التاريخ البشري باش يتعظ الناظر في تاريخ الآباء والأجداد والأسلاف، وتأمل سنن الله في الأمم والشعوب والدول. كيف حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تربية الأصحاب ديالو جسديا باش يؤدي الجسم وظيفته اللي تخلق منها من دون إسراف أو تقتير، بضبط حاجياته، كيف رباهم أيضا صلى الله عليه وسلم على الأخلاق الرفيعة باعتبارها من الدعائم الأساسية لهذا الدين، فهي ماشي شي حاجة ثانوي وإنما هي الترجمة العملية للاعتقاد والإيمان الصحيح، لأن الإيمان ماشي مشاعر يعني مكنونة في داخل الضمير فحسب، ولكن هو عمل سلوكي ظاهر بحيث يحق لنا لما ما نشوفوش هذاك السلوك العملي أو لما نشوفو العكس ديالو أننا نتسألو فين هو الإيمان إذن، وشنو قيمته إلى ما تحولش لسلوك. وقد وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في شأنها أحاديث كثيرة، منها كيقول صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله تعالى ليبغض الفاحش البذيء. تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم الأصحاب ديالو يوما عن المفلس، قال لهم أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المفلس يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيقعد فيقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته إلى سلت حسنات دياله قبل أن يقتص ما عليه أخذ من خطاياهم فطرح عليه ثم طرح في النار. يا الله، حديث عظيم كيبين لنا أهمية مكارم الأخلاق، وكيخلينا نخاف ونحرص أشد الحرص أننا نكون ممن ألا نكون ممن جاء ذكرهم في الحديث. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأل الصحابة كان كيعرف معنى المفلس بمقاييس الدنيا، فأراد أنه ينقل الصحابة وهو المربي والمعلم من هذا المفهوم الدنيوي إلى المفهوم الأخروي، فيصبحوا الصحابة والأمة من بعد منهم على علم بحقيقة المفلس. فتصوروا معي أحبتي في الوقت اللي يعني كتوضع فيه الموازين بالقسط يوم القيامة، وكيكون الإنسان في أمس الحاجة الحسنات دياله، تصوروا كتخد منه هذيك الحسنات حتى كتسالي، ثم يضاف إلى الميزان خطايا ما ارتكبهاش، خطايا شكون؟ خطايا هذاك اللي سب وضرب وكل المال ديالو وقذف في العرض ديالو وسفك دامو. شكون فينا اللي كيرضى لنفسه هذا المسلك الخطير؟ شكون فينا اللي كيرضى لنفسه أنه يصبح مفلس غدا يوم الحساب؟ ماذا لو حرصنا على الحفاظ على حسناتنا، فما أحوجنا لها يوم القيامة، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يا الله، كي وصل التنكر لأعلى درجاته، الأم كتقول لولد ديالها يا ولدي ألم يكن حجري لك وعاء وصدري لك سقاء، أعطيني حسنة واحدة فقط. فكيجاوبها وتقول لها لو كان غير هذا الأمر لفعلت، ولكني لا أعلم أأنجو أم أهلك، إن أعطيتك حسنة فلربما تكون هي التي تدخلني الجنة وتنجيني من النار. كيرفض أنه يفرط بحسنة وحدة للأم دياله، فكيف بمن هو واقع تحت هذا الحديث؟ صحابة رضوان الله عليهم اللي نشؤوا في المدرسة المحمدية ورباهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالمنهج القرآني على مكارم الأخلاق كانوا كيدركوا هذا المعنى. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كيقول أتمنى أن أخرج من الدنيا لا لي ولا علي. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث آخر في نفس المعنى كيقول فيه صلى الله عليه وسلم من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. الشاهد عندنا فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. فهذا الحديث دعوة للتحلل من المظالم، فباب التوبة مفتوح باش الإنسان يتحلل من المظالم اللي مسجلة في الموازين عنده، تحلل بالتوبة والاستغفار ورد المظالم لأهلها.
هذه بعض الإشارات أحبتي في البناء العقادي والروحي والأخلاقي في الفترة المكية، وهذه التربية أعطت الأكل ديالها، فقد كان ما يزيد على 20 من الصحابة الخمسين الأوائل السابقين للإسلام مارسوا مسؤوليات قيادية بعد توسع الدعوة وانطلاقها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته، وأصبحوا القادة الكبار للأمة. فكان في الرعيل الأول أعظم شخصيات الأمة على الإطلاق، كان فيها 9 من المبشرين بالجنة، وفيه نماذج ساهمت في صناعة الحضارة العظيمة بتضحياتهم الجسيمة، كانت نماذج عالية بفضل يعني ما أتيح لها من قدر كبير من التربية العقدية والروحية والأخلاقية والعقلية والجسدية على يد المعلم والمربي الأول للبشرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رباهم صلى الله عليه وسلم وزكاهم ونقاهم من أدناس الجاهلية، فكانوا هداة الأمة حاملي مشعل الحضارة. إذا أحبتي، بعد الإعداد العظيم اللي قام به النبي صلى الله عليه وسلم بتربية أصحابه وبناء اللبنة الأولى المسلمة على الأسس اللي ذكرنا سابقا، جاء موعد إعلان الدعوة بنزول قول الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. كيفاش غادي يعلن الرسول صلى الله عليه وسلم على الدعوة؟ وكيفاش غادي يكون موقف المشركين منه؟ يتجدد لقائي بكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله باش نجاوبكم على هذه الأسئلة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبي الهدى يا رسول السلام، ويا مرسلا رحمة للأنام، عليك الصلاة وعليك السلام، عليك الصلاة وعليك السلام، وصحبك والتابعين.